المغاربة والجالية المغربية في كل مكان، السلام الله عليكم وتحية طيبة للجميع. كما كتشوفوا كنتواجدوا مدينة تطوان، كما كتشوفوا احنا في الخاصة فوالي على الكليسيا، وها القنصلية الإسبانية فوالي ناس تطوان. تحياتي لجميع المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب. ونو في هذا الفيديو غادي نحاولوا نحلوا شويه شنو وقع في المقابله ديال الامس والخطا الفادح اللي ارتكب وليد الركراكي واللي كلفوا التوقف بالي الاربعه ديال المقابلات من هجوج تنفيذيه. والسينا ان شاء الله غادي يحيدونا مقابله وغادي تبقى مقابله واحده، غير هو كنتمنى ان وليد الركراكي ما يطيحش مره اخرى في هذا الاخطاء. وخليكم معنا وكما العاده الله يكد ديالكم ونمشيو للتفاصيل. خليكم مع فيديوهات رائعة الصراحة مدينة تطوان الجميلة. تحياتي الناس تطوان وتحياتي المغاربة أجمعين. وخليكم معنا، احنا جالسين هنا في كافي سنترال، واحد الجليسة عرفتو، لكن عندي واحد السؤال ما عرفتش انا علاش كاينه شي مقاهي وبزاف ديال البنايات رائعة الصراحة كتكون يعني في مواقع جميلة، كتسقسيهم علاش ما يكونش الترميم؟ يقول لك لا خصنا نخليهم على ذاك العهد. ما عرفتش انا هذا واش كتشاطروني الراي ولا لا، واش زعما باغي نحافظوا على داك البنايه الاستعماريه ولا عرفت شي. وصافي نحيدوا داك الشيء، انا هذا الراي ديالي، لان كتكون في اماكن يعني مواقع رائعه وكتبقى بداك الشيء قديم، هما كيقول لك لا وخصنا نخليو داك الشيء. انا كنظن لا، يعني حيدنا من الاستعمار شحال هادي، نحيدوا علينا يعني الاستعمار مره بصفه نهائيه. متفقين معايا ولا لا؟ يلا وخليكم معايا ونمشوا للتفاصيل. هانتوما بويطا وجبينة وعلاش كيرين وصابيلة والمقلا والعصير والداتاي. هاكا في سنترال على كليسة تخلص عليها ملاية. تحياتي الناس تطوان المغاربة أجمعين. ما ننساش هذاك اللي قال غادي يهبطوا الريدوز غادي يشدوا القنوات. اسمعوا دابا شنو كيقول هاد الناس. خبيش عليك، أنا راني تحت صدمة. من المفروض أنه يشدوا القنوات. كل يوم مسرة سي كارثة في كرة القدم الجزائرية. كل يوم رجع المنتخب الوطني كما كان في 2018، اليوم رانا في 2024 المنتخب كلي ما تغير والو. الناس اليوم رانا شفنا من بداية الدورة شفنا المنتخب مدينة تطوان حمام البيضاء. محكمة الابتدائية ديال مدينة تطوان. كنتواجدوا هنا في كافي سنترال مدينة تطوان. بالنسبة للركراكي اللجنة ديال الكاف التأديبية وقفات أربعة ديال المقابلات، جوج منها تنفيذية وجوج يعني موقفة، وكاين استئناف وما ربما يعني خليونا مقابلة واحدة اللي ما كانش فيها النهار البارح بالي. وهذا درس الوليد الركراكي، يعني يسلم على الوليدات ديالو يسلم على المدرب ويمشي بحاله بالي. راه فوق يعني هنا ملي كتنزل وكتواضع مع اللاعبين وكتمشي تسلم على اللاعبين، لان وليد الركراكي معروف انسان يكون مخلق راه كيكون باي. المهم طاح في هذا الفخ، نتمنى انه ما يتكررش. وبالنسبه حنا حلا كانت تعطيني في يدي اخوتي. وبالنسبه للمقابلات ديال التمون فالحمد لله طحنا مع المنتخب ديال جنوب افريقيا، واذا يعني قصينا منتخب جنوب افريقيا غادي نطيحوا اما مع كابير الراس الاخضر موريتانيا بالي. موريتانيا والراس الاخضر غادي يلعبوا مع بعضياتهم، واذا غلبنا غادي نطيحوا مع واحد فيهم. واذا غلبنا الراس الاخضر وموريتانيا في الربع غادي نطيحوا اما نيجيريا كاميرون انغولا ناميبيا، ونوصلوا النهايه اللي بجهه اخرى كاين منتخبات اقوياء كسنغال مالي كوت ديفوار كاميرون، يعني هاد المنتخبات. هادشي ما كاين اخوتي فيما يتعلق بالمقابله ديال الامس والمقابلات المتبقيه. نتمنى واحد موفق المنتخب الوطني المغربي، وكيبان لي وعندي احساس كبير على اننا غادي نفوزوا بهذا الكاس. ودابا بغيتكم تشوفوا معايا هذه اللقطه الطريفه اللي كانت ما بين هذا الصحفي المغربي
واللاعب المغربي بوفال. شوف معايا شوف مباشره الى ملعب لورون بوكو ديال مرمى سفيان بوفال. سفيان اولا هنيئا لكم تاهل، مستوى جيد، اداره المباراه بذكاء كبير، شفنا اكبر عدد من اللاعبين اليوم في طقوس مختلفه تماما على ما اعتدنا في دوله قطر. كيفاش تعاملتوا مع المباراه صعبه امام زامبيا؟ بغيتينا نديرو الباز عاوتاني ها؟ اكيد بغيتينا نديرو الباز عاوتاني. نعيد طرح سؤال سفيان بوفال. دقيقة الأخرية ضربوا قالوا تونس دقيقة الأخرية ديك الراس ولا لا؟ كنخسروا معاهم شكون؟ لا عندهم نقطة نقطة. لا لا صافي هات عندهم العرب صافي سلام العرب كاملين اهلو جنوب افريقيا هادو غادي نتاحو معاهم. اذا ناميبيا لا ديما افدنا وين داخل وتحية طيبة لجميع متابعينا الأوفياء جميع أنحاء العالم مدينة تطوان أمام البيضاء. أنتم على المحطة القديمة هيا راه الجبل دبو علينا نتا هو كيبان الجبل دبو علينا راه هو هي مروجة الحمد لله كلشي عايش كلشي بخير. تاكسي تطوان صغير صفار وازرق. تحية الناس تطوان وتحية المغاربة أجمعين طنجة الكويرة مغاربة الداخل والخارج. تحية كبيرة وعالية بزاف بزاف بزاف. يوما الماتش ديال المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره زامبي تأهلنا ولله الحمد غنلعبو على البلاصة الأولى. يلا الناس اللي توحشوا تطوان هادي هدية مني ليكم. التاكسي صغير فاتني ندورو هذه كتدينا كوميسارية عين خباز وهذه غادي نهبطو بحالنا نجيد عقبة الحلوف ومحطة جديدة. فوالي انا بيك نسكنو حنا دار المسار هنا غادي تشوفها غادي تيطوان. لمن اشتاق اليها العظيم اذا المغرب غزال مروج ناس عايشة زعما بحال الناس عايشة بالجوع عايشين ولله الحمد. كما قلنا لكم كاينة فئات وكاينة طبقات وربي هيدا خلق الدنيا ولا رد لقضاء الله. فالي هانتو هنا في كانت محطة ديال القطار قديما هنا هادي الهبطة كتهبط نيشان المحطة الجديدة على الطريق ديال مرتي والعقبة د الحلوف هنا في ماشي انا. غادي الأجواء مدينة تطوان بعد نهاية المقابلة والتأهل ديال المنتخب الوطني المغربي أداء ونتيجة. احنا كما كتشوفوا باقين في الحومه هنا في هذه العقبه الحلوف ناس تطوان مرحبا بكم في المدينه ديالكم وهذه هي المحطه الطرقيه ديال مدينه تطوان. الناس اللي كيتبعونا مدينه تطوان مرحبا بنا عندكم. توحشت مدينه تطوان كما كتشوفوا هذه المحطه الطرقيه ديال مدينه تطوان
ديال اجواء مدينه تطوان